يومين كنت بتكلم معاكم على الموسم الرمضاني والشركة المتحدة داخلة بتقلها وبأتقل نجوم في الوطن العربي. يمكن كان من ضمن المسلسلات اللي كنت بقولك عليها عملة نادرة نيلي كريم. طبعا يعني في النهاية احنا بنبقى عارفين مسلسل نيلي كريم يبقى واحد من الجياد الرابحة بطبيعة الحال في الموسم الرمضاني في المنطقة العربية بالكامل. مسلسل من تأليف الدكتور مدحت العدل، طبعا بطولة نيلي كريم وأستاذ جمال سليمان، أستاذ كمال أبو ريا، محمد لطفي، بحبه محمد لطفي، أحمد عيد، وعدد كبير جدا من الفنانين. طيب أنا نفسي أعرف تفاصيل عن عملة نادرة، وليه اسمه عملة نادرة، وهحاول قدر الإمكان يعني أجر كلام من دكتور مدحت العدل إذا سمح لي بذلك. إزيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا يا حبيبي. إزيك يا أستاذ؟ عامل إيه يا دكتور مدحت؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله وشكر الله حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة خلاص كده كلها كم أسبوع ونبقى في رمضان، وبإذن الله اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا حبيبي، وسنة سعيدة على المصريين والعرب وكل المسلمين. انا عارف ان انا هحاول محاولات مستميتة وعارف برضو ان دكتور مدحت مش هيدي لي عقد نافع في الاخر عشان ما نحرقش. لا والله مش كده، يعني احنا بنحاول، بس طبعا انت عارف انا اول ده على فكرة مسلسل اكتبه من 6 سنين، يعني اخر مسلسل كتبته كان لأعلى ساعة. ودي كده عودة والعود احمد، ربنا يخليك يا حبيبي. وانا واول مسلسل صعيدي برضو اكتبه، يعني ده مسلسل صعيدي حلو قوي. ادي كده اول معلومة خدناها على جنب، ده اول مسلسل صعيدي اكتبه. وطبعا انت عارف الصعيد ماده خصبه طبعا لما نسميها الواقعيه السحريه. صحيح، ودي تبقى واقعيه سحريه مصريه مختلفه عن الواقعيه السحريه بتاعت امريكا اللاتينيه، بس هي نفس المنطق، ان انت قد تتخيل ان هذه الاحداث لا يمكن ان تحدث لكنها تحدث. طيب هنا بقى، ويمكن يعني قد يكون شوية أسئلة تبدو فلسفية حبتين، الواقعية السحرية وأمريكا اللاتينية وجارسيا ماركيز ليها عواملها اللي أنا أعتقد، وصححني بقى، إنها ما هياش بعيدة عن عوامل البيئة والمجتمع المصري وبالذات في الصعيد. لا ما طبعا مش هصحح لك اللي أنت بتقوله، ده كلام مظبوط. ما هي معنى الواقعية السحرية للناس اللي بتتفرج علينا، أن الغرب دائما هو غرب لوجيك وديالكتيك وواقعي. صحيح. فانت لو شاف واحد ماشي في زي الحسين كده لابس غطيان كازوزه هيوديه مستشفى الامراض العقليه. ها. لكن احنا عندنا ممكن يبقى اسمه الجنرال علي مثلا والناس بتتعامل معاه عادي، فدي اسمها واقعيه سحريه. الجنرال علي ده بتاع قهوه المجازيب ده، صح؟ بالظبط. هذه الشخصيات اللي هي تبدو غرائبيه في الغرب هي عندنا شخصيات عاديه، والواقعيه كذلك. فاحنا نشترك مع امريكا اللاتينيه في هذه الواقعيه السحريه. صحيح، لانه في تشوهات في البناء الاجتماعي. والصعيد ماده غنيه بهذه الاشياء، بالاثار وهم مشاعر الصعايده، مشاعر بكر خام وقويه في الحب وفي الحسد وفي الكره وفي الطار فانا طبعا يعني انا حتى كاتب جمله كده بقول هذه حكايه بعض الناس وليس كل الناس. يعني ده هيبقى مسلسل صعب ده يا دكتور مدحت. لا مش صعبة ولا حاجة على فكرة، يعني هو بمنتهى البساطة انت عارف ان المرأة لا تورث في الصعيد، لا تورث في الصعيد. من التقاليد ان الست ما تاخدش ارض، تاخد فلوس. تمام؟ حلو. كي لا تذهب هذه الارض الى مثلا عيلة جوزها. ماشي، مفهوم. دي حاجة معروفة طبعا. يعني طبعا مفهوم. اوكي، فعندما ترفض امرأة هذا المنطق اللي هو ينافي الدين، اوكي، هنا تصبح العادات والتقاليد اقوى من الدين. اوكي، فترفض امراه هذا المنطق فتدخل في حرب، بس هي عمله نادره. وهنا يتولد الصراع. البطله هنا اللي هي نيلي، هي دي اللي اسمها نادره. نيلي كريم. بالظبط، هي دي نادره بطله المسلسل. بالظبط كده. خلصنا قد ايه منه لحد دلوقتي يا دكتور؟ تصوير بنفنش يعني قبل رمضان خلصنا ان شاء الله. فعلا المنتج ده. طبعا. الله اكبر، دي حاجه اكتر من رائعه. ده معناه ان دكتور مدحت خلص كتابه خلاص. لا يا حبيبي خلصت، بس انا مش من النوع اللي بعرف اكتب 3 حلقات واسلم والحاجات دي. لا مش بتاع كده خالص. خالص لازم نبقى شايفين وقاعدين وعارفين وعارفين رايحين فين، وكل ممثل عارف دوره وعامل عارف الكاركتر بروفايل بتاعه، ومعانا احمد عيد. انت قلت اسمه بس ما قلناش احمد عيد في دور مختلف جديد خالص، ومعانا محمد فهيم، ومعانا جمانه مراد، ومعانا الاسماء اللي حضرتك. ودي عودة برضو العيد بعد مراحل اختفاء كده، ظهور واختفاء وظهور واختفاء، فعودة حلوة العيد. وراجع بدور جديد عليه خالص، فيلن، يعني طالع دور مش شبه أحمد عيد فيلن.
بالظبط كده. ده مختلف عن كل ادواره ومختلف عنه هو شخصيا. ما هو ده اختيار ماندو بقى، اللي هو دائما ينظر نظره مختلفه، وده جمال للمخرج الفريش الصغير اللي عايز. هم صغار طبعا بقى كبير دلوقتي. لا ماندو خلاص بقى عدى مرحله الصغير. لا صغار سنا يعني، ما زال صغار سنا لكن عنده خبره كبيره، والراجل دلوقتي بيعرف يعمل كاستنج حلو قوي وينقي ناس. يعني السنه اللي فاتت شريف سلامه كان مفاجاه جدا جدا، مفاجاه مسلسل السنه اللي فاتت. صحيح يعني صحيح، اللي هو فاتن امل حربي. طبعا طبعا كل التوفيق يا دكتور، واحنا بطبيعه الحال منتظرين انه كما جرت العاده كل ما ياتي من الدكتور مدحت العدل فهو عملات ذهبيه، وبطبيعه الحال الحقيقه منذ عمره ما خيبت معاه، دايما يتحفنا ويبهرنا. لازم نذكر جمال العدل المنتج الكبير اللي عامل لنا بصراحه، عمل وبني لنا ديكور غير طبيعي عشان نعمل فيه المسلسل. عمره ما اثر في حاجه بصراحه حقيقي يعني، هو عارف انا احبه قد ايه. عموما العدل جروب معروفة بأنه عندما تقدم شيء فإنما تقدم كل ما هو متميز حقيقي يعني. أنا بشكرك جدا يا دكتور. أشكرك يا أستاذ، ربنا يخليك يا دكتور مدحت، ربنا يخليك يا رب. شوف اللي أنا قلت لك ده وأنا قاصد جدا، إحنا بنتكلم هنا على التعاون اللي ما بين العدل جروب وما بين المتحدة. والحقيقة إن التعاون دايما كان مثمر، وإحنا يمكن شفنا ده برضو زي ما قال دكتور مدحت العدل السنة اللي فاتت في فاتن أمل حرج.